اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بسباحنا سباح النادي الاهلي ومنتخب مصر محمد سامي ميشو. اهلا يا محمد. اهلا وسهلا. صح، منور قناه النادي الاهلي ونتمنى لك كل التوفيق. منورك، ربنا يخليك. محمد، عملنا تقرير كده نعرف الناس اكتر عنك وعن انجازاتك اللي فاتت. خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع تاني. يستعد محمد سامي ميشو لاعب النادي الأهلي ونجم المنتخب الوطني للسباحة لخوض بطولة إفريقيا والمقرر إقامتها بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 11 وحتى 17 من أكتوبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم المزمع إقامتها بمدينة فوكوكا باليابان خلال شهر يونيو من العام المقبل. ويخوض ميشو بطولة القاهرة الصيفية خلال الفترة من 29 من سبتمبر الجاري وحتى 6 من أكتوبر المقبل بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي كإعداد جيد للبطولة القارية. ويمتلك نجم الأهلي الصاعد بسرعة الصاروخ مسيرة حافلة من الإنجازات خلال الفترة الماضية، والتي كان من أهمها حصوله على لقب أفضل سباح في إفريقيا عام 2020، إضافة إلى أنه اللاعب المصري الوحيد المتوج بميدالية في بطولات العالم بعدما حصد برونزية بطولة العالم للناشئين بسنغافورة، كما توج بفضية بطولة العالم العسكرية عام 2015 بكوريا الجنوبية، فيما حصل على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية في دورتي 2015 و2019 في منافسات السباحة 50 متر ظهر. وظهر تألق ميشو في بطولة إفريقيا 2018 والتي أقيمت بالجزائر وحقق فيها 11 ميدالية ذهبية، وحصل على كأس أحسن سباح في البطولة، كما أنه حطم 5 أرقام قياسية إفريقية خلال هذه البطولة القارية. وخاض النسر الأهلوي سنوات دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية واستطاع حصد العديد من الجوائز الخاصة بدور الجامعات الأمريكية، وظهر بمستوى مميز للغاية. وينتظر نجم القلعة الحمراء مستقبل باهر ومشرق، ويعول عليه مسؤولو السباحة المصرية الكثير من الآمال خلال الفترة المقبلة للمنافسة على حجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس عام 2024. أنا عايز أقول لحضراتكم إن محمد سامي وفريدة عثمان هما الاتنين بس اللي حققوا ميداليات، مصريين اللي حققوا ميداليات في بطولات عالم. الاتنين مصريين على مدار التاريخ، ولو قعدنا نقلب كده مش هنلاقي غير محمد سامي وفريدة عثمان. عشان كده محمد سامي النهارده معانا عشان نحط الضوء، يعني هو الراجل أنت إعلاميا يعني بأمانة مش واخد حقك. فانت ما شاء الله انجازات كبيره. وخلينا نبتدي المشوار من الاول. انت كنت ابن نادي المعادي صح؟ مظبوط. وانتقلت امتى النادي الاهلي؟ انتقلت 2016 في فتره الانتقالات بعد الاولمبياد بتاعت ريو. جيت النادي الاهلي وقتها وتنعت بقى، يعني فرصه ليا احسن ان انا ابقى في نادي كبير ونادي يبقى واقف في ظهري وكل حاجه. طب قول لي، انت بدات تسبح 3 سنين صح؟ يعني كنت في الحضانه كده بلبط شويه صغيرين يعني. طيب وبعد كده بطلت؟ بعد كده كنت بدات لعبت شويه كاراتيه وشويه باسكت وحاجات كده. كنت بجرب. لا كنت ممكن تلعب باسكت؟ ما مش عارف، بس رجعت في الاخر للسباحه وانا عندي 7 سنين. وبس وعديت بمراحل اللي هي الستار 1 و2 و3 وما اعرفش، السباحه عجبتني. طيب مين في نادي الاهلي شافك وقال لك تعالى؟ كابتن علام كان محمد علام. كابتن محمد علام. كابتن محمد علام دلوقتي ما زال في الجهاز. هو كان حتى مسافر معايا في 2014، كنا مع بعض في بطوله بوتسوانا، كنا حاولنا نتاهل لاولمبياد ناشئين 2014 في نانجينج، اللي كان سافرها احمد اكرم وبس. طبعا كابتن وائل عزت كان من اول الناس اللي حبوا بيا في وجود وقت ما رحت، يعني عشان نشوف موضوع فكره ان انا اجي النادي الاهلي احسن من ما افضل في نادي المعادي، هو اللي كان بيعرض عليا كل حاجه يعني. هي طب محمد، انت زي ما انا قلت ان انت وفريد عثمان الاثنين المصريين اللي حصلوا في ميداليات في بطوله العالم. كلمنا عن ميداليتك او انجازك في بطوله العالم عشان اطلع منه لحاجه تانيه. انجازك في بطوله العالم، والله بص، هو انا اصلا حتى يعني كان في قصه كده. انا كنت طول عمري مركز في المياه حره، ما كانش عندي التركيز ال 50 باك ده عاده يعني. انت بتلعب سباقين عشان اوضح للساده المشاهدين، هو بيلعب سباق 100 متر حره و50 متر باك.
فال 50 متر في ال 50 متر باك ما كانتش دايما اللي هي الفوكس الاساسي بتاعي قد ما انا كان عندي دايما المياه حره هي دي التركيز الاساسي. كنت رايح حتى وقتها عايز اجيب ميداليه في بطوله العالم ناشئين في المياه حر، بس اللي حصل ان انا كنت عامل 50 باك كويس وكنت متحسن في ارقامها كويس، وجيت نزلت التصفيات كنت متاهل للسيمي فاينل، كنت داخل كنت متاهل الثالث، وبعدين جيت من السيمي فاينل للفاينل كنت داخل الثاني فكان بالنسبه لي، وبعدين جيت في الفاينل الحمد لله وطلعت ثالث. ولما طلعت ثالث كان وقتها يعني انا ما عرفتش انام، يعني يوم انا ما عرفتش انام، انا مش مصدق انا يعني عملت حاجه ما اتعملتش قبل كده غير طبعا كابتن فريد عثمان لما عملتها زمان، بس انما غير كده انا ما عرفتش انام، مفيش ما يعني انا خدت ميداليه بطوله العالم يعني، فمش فاهم. فبالنسبه لي فضلت سهران يوم لغايه الساعه 3 بالليل، وتاني يوم عندي من كتر قله نوم مش اكتر، ما مش عارف انام يعني. فرحه هي فرحه رهيبه وبس. وبعدين جيت تاني يوم اصحى رايح المياه حره، والله عمت كويس الصبح، عمت معقول الصبح، اتاهلت للسيمي فاينل، بس بالليل ما اتوافقتش بقى وجبت 12 طلعت ال 12 ما قله نوم برضو يعني، هي كانت قله معرفه بالموضوع. كان سني 18 سنه لسه صغير يعني، انت ما شاء الله انا جاي من الهوب ده تالت عالم ازاي؟ ما بالظبط ما كانش في اعداد نفسي جاهز لحته ان انا اكسب ميداليه وعندي تاني يوم سباق اروح اكسب بيه ميداليه تاني يعني. بس اكيد انا عايز اقول يعني حد بالرغم ان فريده عثمان خدت معاك ميداليه طبعا عالميه، بس فريده خدت صيت اعلامي وده دورنا احنا عشان كده بنعمل ابطال وكان كبار، بس انت وجودك او حقك احنا شايفين انت لسه عندك كتير ولسه عندك تأدي والناس لازم تعرفه. طيب خلينا نتكلم عن دراستك في الولايات المتحده الامريكيه. بيبقى اكيد هم شافوك، اكيد الجامعه شافوك، الكوتش في الجامعه شافك فين؟ مظبوط، هو شافني في وقت بطوله العالم وبداوا يتابعوا نتائجي من بعديها. فضلت كنت ما بين جامعتين، كنت دايما بتعامل معاهم يعني، وكان دايما مدربي حتى دكتور عمر طالب كان بيتعامل معاهم على طول. كانوا هم الجامعتين جامعه انديانا اللي انا رحتها في الاخر، وجامعه نورث كارولاينا ستيت، والجامعه دي كانت رانكت احسن من انديانا وقتها. نورث كارولاينا من احسن الجامعات، خرج منها مايكل جوردن نجم اسطوره كره السله. ما بالظبط. وبعدين انا اصلا كانت دي الجامعه اللي عجباني اللي كنت عايز اروحها في الاول، اللي انا حصل خلاف صغير كده ما بيني وما بين المدرب، ما كانتش يعني رحت انديانا ما عجبنيش. رحت انديانا وحتى عندنا علي خلف الله هناك. ولايه انديانا حلوه. ما ولايه انديانا جميله يعني، الولايه لو ساعه شويه ساعه حلوه. لا هي جميله. علي خلف الله هناك، كابتن علي خلف الله هناك، علي خلف الله معايا في شجعك شويه تروح؟ ما هو ده شجعني ان هو ان هي ميزه ان انا هروح مع عندنا حد، هو برضه علي خلف الله عندنا النادي الاهلي، فالاحساس جميل يعني. دي طب كلمنا على الصوره دي. دي كانت اول ميداليه ليا ذهب في السباق فردي في بطوله البيج تنز اللي هي الكونفرنس بتاعنا بتاع الجامعه. انت كنت لسه اول سنه ولا؟ دي كانت تاني سنة. تاني سنة، أنت رحت من أول سنة على طول على الجامعة؟ أنا رحت دخلت أكاديمية بحرية هنا في مصر. دخلت فيها سمستر، وبعدين قعدت سمستر في البيت عشان كان خاطر بطولة العالم الناشئين. كنت داخل الجامعة بدري. كنت متخرج وأنا عندي 17 سنة من المدرسة. ما شاء الله، على فكرة أنا اتخرجت زيك 17 سنة بس، فهو دي بتبقى يعني بتبقى موضوع أزمة شوية، تبقى نفسك صغير. طب أنت خدت سمستر وريحت؟ وبعدين ريحت، وبعدين رجعت سنة، وبعدين سافرت. التأخيرات دي كانت كلها، كان نفسي أعمل حاجة من مصر. كنت عايز أروح بطولة العالم 2017 في بودابست، أجيب فيها يعني أعمل فيها نتيجة جامدة، ويعني وأثبت إثبات إن إحنا نقدر نعمل حاجات من وإحنا قاعدين في مصر. أنا الفترة دي حتى يعني بقالي تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور في مصر، ونسبة إعدادي كلها دلوقتي في مصر، فنفسي إن يعني إيه إن أعمل نتيجة كويسة في البطولة الأفريقية والبطولة في القاهرة اللي إحنا شغالين فيها، إن هي تبقى الدنيا في مصر إحنا نقدر نعمل. وفي برضه عندنا هريدي كان جالنا، إحنا يعني كان جه النادي الأهلي. هريدي لما جه هو كان هريدي جاب ميدالية في الأولمبياد، كان طالع تلت أولمبياد، وكان شباب أولمبياد شباب، وكان عبد الرحمن سامح. ووقتها إحنا كنا قاعدين يعني صناعه في مصر، بس ما كانش لسه سافر وقتها، ما يعني كانش فيها حاجه. يعني انت افهم من كلامك عشان انا كنت بتكلم في الانترو بس عشان تخيل في الصوره دي الاول.
الصوره دي انا وعلي خلف الله في الجامعه في نفس الجامعه بس احنا كنا مسافرين. دي كانت بطوله المانيا، احنا كنا بنلعب باسم النادي الاهلي فيها. دي ما كناش حتى دي كانت في بطوله المانيا مش في امريكا. دي كانت في لا دي كانت في المانيا. المانيا بس صداقه قصه صداقه بينك وبين علي خلف الله. لا كبيره انا ما فيش فرق سن قد ايه بينك؟ فرق سنه هو علي اكبر مني بواحد. جيل واحد تقريبا. جيل واحد تقريبا. خليني اقول لك ان انا كنت بتكلم في الانترو ان احنا مصر تقدر، مصر بلد عظيمه، مصر عندها كوادر، مصر عندها شباب قوي. يعني انت شايف ان احنا نقدر في السباحه احنا بسواعد مصريه نبقى نعمل ارقام؟ ما اكيد نقدر طبعا. هي الفكره كلها بس في ان احنا اصلا يعني يبقى عندنا يعني زي ما احنا بنقول ان احنا يبقى عندنا دعم، يبقى عندنا سبونسرشيبس، يبقى عندنا ناس بتحاول تساعدنا. وحته ان كمان ان احنا ما فيش حاجه ان احنا متاخرين او احنا عددنا احنا رقم كام من كام يعني. يعني عارف احنا حتى اللي هو السباحين لما طلعوا عملوا دي صوره افضل سباح في افريقيا 2020 صح؟ مظبوط. وانت اول مصري ياخدها. اول مصري ياخدها، وكان دايما اللي بياخدها سباح بتاع جنوب افريقيا تشاد لكلو. برافو، اتفضل يا كابتن. فانت بتقول الاعداد والسبونسر، ودي مشكله حقيقه عويصه جدا. دي مشكله كبيره عندنا. هي دي مشكله الدعم نفسه، ان احنا لو بس عندنا دعم بدأت تتحل شويه. بدا يظهر شركات وناس بتدعم. ما دي كويسه، ما دي حاجه كويسه. سيادة تتسلط اكتر السباحه احسن. انت لسه مع السبونسر؟ انا ما عنديش حد. لا ما عنديش. احنا بالنادي بصراحه ويعني بالناشئ طبعا برنامجنا اكيد يبقى في سبونسر ليه لمحمد، لان محمد من الناس الواعده، بس طبعا محتاج دعم عشان يجيب. يعني مش عايزين نقول يجيب يعمل انجاز الاول عشان ندعمه. هو الراجل جاهز وقادر وعنده ارقام وتقدر تاهله، بس محتاج دعم السنتين ثلاثه اللي جايين دول. طيب محمد، خلينا نقول انه يعني كنت ممكن تتاهل الاولمبيات وفرق معاك حاجه بسيطه. انا فرق في المياه حره، فرق ما بيني وما بين الرقم التاهيل كان 37 جزء بالظبط. 37 جزء من الثانيه؟ 37 جزء من الثانيه يعني حضرتك اللي هو تك تك مفيش. لا تك تك ايه ده، اقل من كده. اقل من تك تك. تك تك بسرعه كده بالظبط، لمسه الساعه. طب ما كانش عندك فرصه تانية؟ ما هي كان في فرص، بس هي يعني هي دي كانت احسن مره كنت جبت فيها اللي هو الرقم كان 48.91 بالظبط. والرقم ده رقم مصر عندنا، وعندي ورقم التاهيل كان 48.57. فهو الفرق الصغير ده. وكان عندي 200 متنوع، كنت جايب 2 فلات 68، والرقم كان دي 59.67 في ثانيه وجزء بالظبط في 200 متر. بس خد بالك 50 باك، انا قلت لك مش اولمبي، مش سبق مش اولمبي، انما 100 متر حره. 100 متر حره بس خلي بالك، 100 متر حره سبق صعب. لا يعني سبق صعب جدا، صعب في نجوم كبار. بس انت قدها. ما هي ده اللي نفسنا نعمل، ان هو الحته ان انت تخش طب في طب الحاجه. طب على ارقامك دلوقتي. والله هو احنا دلوقتي الفترة دي ما كانش فيه بطولات كتير، واحنا يعني حتى انا يعني مصادف ان احنا برنامج اهو، بس احنا يعني انا بكره عندي سباق. عندك سباق بكره؟ عندي سباق بكره، وعندنا البطولة في استاد القاهرة. بس وعندنا بقيت لغاية يوم 6 اكتوبر احنا كل ده عندنا بطولة القاهرة هنا. وتقريبا هنسافر مش عارف بالظبط، بس يا اما يوم 8 يا اما يوم 9 هنسافر لغانا. عندنا دورة، عندنا بطولة افريقية. بس البطولة الافريقية دي ربنا يكرم فيها يعني. بتضحك ليه؟ يعني ما اخر مره كانت 2018، كانت الحمد لله كنت عامل فيها 11 ميداليه ذهب، 5 ارقام قياسيه، وكنت جاي واخد فيها كاس احسن سباح افريقي في البطوله. 11 ذهب، 11 ميداليه ذهب. بسم الله ما شاء الله. طب عملت صوره كده زي في مايكل فيليبس اللي كان حاططهم كده ميداليات. حاجه كده. انا مصريين. انا بجد والله انا بحب دايما يعني اعلي روح الانتماء والحب لمصر، لان فعلا احنا نقدر. ما بالظبط، ما هو ده، هو ده والله، هو ده الهدف كله. يعني هو الهدف ان احنا نقدر نعمل اي حاجه طول ما هي عمرنا. يعني هي المشكله كلها في العكس، ان الناس تقول لك انت ما تقدرش تعمل. لا، انما انت تقدر تعمل. ما زي ما عملوا في الجري لما قال لك ما حدش يقدر يجري الميل تحت مش عارف 9 دقائق، وبعدين الناس جريت وبتجري كلها، الناس بتكسر. هي دي البطوله دي بتاعت افريقيا اللي كانت فين؟ دي كانت في الجزائر. ده انا والله العظيم 2018. على فكره انا بهزر، انت ممكن متصور زيها حاجه شبه 11 ميداليه ذهب. ها 11 ميداليه ذهب، وتقريبا واحده برونز وواحده فضه. بسم الله ما شاء الله 13 ميداليه. لا حاجه فخر جدا يا محمد، والله ربنا يوفقك. هو كان الموضوع يبقى بس ما فيش مشكله في وقت. يعني انت بالنسبه لك طوكيو، انا كنت شايف لو كنت اتاهلت او لو ما كانش في كورونا كانت الدنيا هتبقى. ما هي الدنيا كانت قريبه قوي في 2019، في اخر 2019 قبل ما تحصل كورونا على طول.
كنت حتى عمت كنت مركز وقتها اكتر كمان في 200 متنوع، وكان الفرق ما بيني ثانيه وجزء، واحنا كنا في وسط السيزون، فمعناها ان احنا على في وقت التيبر ووقت اللي هو التجهيز اللي قبل البطوله على طول، والبطوله ان انا اعرف اجيب الرقم ده، وكان يعني مع في البرنامج مع الناس الامريكان كانوا حاطين ان انا في شهر 4 خلاص ان شاء الله هعمل الرقم، والبطوله في شهر 7 بس في امريكا، في امريكا كنت وقتها في الجامعه لسه. فجينا في شهر 3 اتلغت حتى بطوله الجامعات اللي انا المفروض اللي هي الان سي ايز اللي هي اهم بطوله، اللي انا اصلا كنت المفروض احاول اكسب فيها سباقاتي اللي انا انزلها هناك. فوقتها البطوله اتلغت، وبالتالي اي بطوله بعد كده اتلغت، والاولمبيات اتاجلت سنه. فطبعا السنه دي كانت كلها يعني على ما الواحد رجع وراح السنه فادت ناس وضرت ناس. في ناس استفادوا من السنه. والله هي بص، هي اغلبيه الناس يعني مش ناشئين اغلبيتهم دايما يعني بنسبه كبيره قوي هم اتضروا، يعني لان الناس اول مره يعني اول مره في تاريخ السباحه يعني اي حد بيعوم من هو عنده 11 سنه عمره ما شاف حاجه اسمها اجازه لمده 3 شهور واربع شهور، ما عمرها ما اتخذت يعني سنة. فما بالظبط. فهي بالنسبه لنا فتره الاعداد كلها اتغيرت، يعني منين التمرين ايه يعني ايه 3 شهور هنرجع لمستوانا وبعدين عايزين نحسن عليه. فالموضوع كان صعب، كان صعب على الجميع في كل الاحوال، كان صعب عليا انا بالذات في ان انا كنت لسه اتخرجت من الجامعه، فرجعت للجامعه في وقت انا كان عندي الانترناشنال سويم ليج ده، رحته في وقت في شهر 10 السنه اللي فاتت، وبعدين حصل لي اصابه في ظهري واصابه في كتفي، فدول اخروني كمان على فتره التمارين والحاجات دي. بس ده اصابه كمان. طب محمد يعني انت وهناك في امريكا انت قعدت كام سنه؟ انا قعدت 4 سنين. الاربع سنين هناك كوتشاتك الامريكان والمدربين هناك كانوا بيقولوا لك ايه؟ كانوا شايفين مثلا ان انت يعني دايما بتحس انت، هم طبعا جايبينك مقتنعين بيك، بس اثناء التمرين شايفينك بتتطور بتتحسن، يعني رد فعلهم كان ايه؟ لا والله هو بص الحمد لله هم كانوا كلهم مبسوطين من 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 الطريقه اللي انا وصلت لها، حتى كان معانا ابطال اولمبيين يعني لسه واخدين ميداليات ذهب في اولمبيات الجامعه طوكيو، معايا في الجامعه، الناس دي انا كنت معاهم وفي ناس كنت بكسبهم في اوقات، ويعني المنافسه بالنسبه لنا عاليه، يعني احنا كجامعة انديانا نفسها كانت عندنا السباحين يعني علي ومروان قماش وانا وغير كده بقى بليك بيروني وزاك ابل والناس اللي هم التقال بتوع 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 امريكا حتى كلنا كنا بنعوم مع بعض، كان جروب قوي قوي يعني، وكنت في وقت كبير قوي بكسبهم. ففكره الصوره دي بقى دي من الجامعه، قول لي قصه الصوره دي من الجامعه دي. كنت في وقت انا كنت بعمل يعني كانت درجاتي مش احلى حاجه في بدايه السمستر، وبعدين فجاه يعني انا كنت ناجح الحمد لله عمري ما سقطت في حاجه، بس لما جيت في وقت درجاتي عليت يعني انا شبه قفلت كل الامتحانات بتاعتي فول مارك، وفي نفس الوقت كان عندنا يعني كان عندنا ماتشين في الـ في الـ في الـ في الـ يعني تو دول ميتس في الوقت ده، فالاثنين دول انا كسب يعني كنت كسبان فيهم وكنت من احسن رياضيا واكاديميا، فكانت بالنسبه لها ان هي اختاروك الستودنت اوف ذا مانث، فاختاروني ان انا السكول الاثليت اوف ذا مانث، ان انا مجمع ما بين الرياضه نفسها وما بين الدراسه. جنبك برضو لعيبه باسكت برضو اكيد خدت نفس الكلام، باسكت بتهيألي مش كده؟ نفس الكلام، بس جامعه انديانا جامعه كبيره وعريقه جدا يعني مش اي حد بيروحها من زمان قوي. من زمان، وجامعه من الجامعات زي هارفارد وزي ييل يونيفرسيتي وجامعات كبيره. الجامعه مفتوحه من 1820، كنا بنحتفل يعني انا المفروض كنت دفعه 2020 20، فكنا بنحتفل بال 200 سنه للجامعه. لا ده رقم كبير. بس هنطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع سباح النادي الاهلي ومصر محمد سامي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بفكركم طبعا ضيفنا النهارده محمد سامي ميشو، سباح الاهلاوي وسباح منتخب مصر. ميشو خد احسن سباح في افريقيا 2020 كاول مصري في التاريخ، خد ده من جنوب افريقيا محتكراها، اول مصري في التاريخ ياخد هذا اللقب، والحقيقه هو من الناس المبشره. يمكن تعثر ما راحش اولمبياد طوكيو، بس مش معنى كده ان هو يعني لا، ارقامه وفتره كورونا كانت هي اللي اثرت في الارقام دي. محمد يمكن كنا بنتكلم في الفصل عن الموضوع وانا عايز نطرحه للساده المشاهدين، ان انت وانت في الجامعه صعب يبقى عندك سبونسر، ليه؟ كانت قوانين الـ NCAAs اللي هي المسؤولة يعني عن الجامعات يعني الرياضيين عامة بكل طرقهم، كانت قبل كده يعني أنا تقريبا مش عارف هم تقريبا غيروا القانون ده دلوقتي، لسه مغيرينه السنة دي يعني، بس قبل كده كانت ما ينفعش يبقى عندك
سبونسر وقت ما تكون وانت في الدراسيه وانت عندك منحه دراسيه الاثنين عكس بعض علشان هم كانوا بيتعاملوا على ان انت تبقى يعني محتاج منحة. تعتبر حاوي اسمه ايه ده سباح مش محترف هاوي يعني هاوي, 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 هاوي علشان تعرف تتاخد في الـ في الـ في الـ لما لو في سبونسر يبقى انت كده بقيت لاعب محترف كانك بقيت لاعب محترف مفيش تكافؤ فرص هي بس يعني فهي المفروض ان انت تبقى يعني مجرد اهلك بيصرفوا عليك كدوله بتصرف عليك انما مش كسبونسر سبونسر نفسه ما ينفعش ان هو ممكن ده شويه اخر ده اخر شويه اكيد من حته من فرصه ان انت يجي لك حاجه بس هو يعني الحمد لله احنا كده بس لا كويس كويس جدا برافو طيب يعني خلينا برضو نروح انت هل ممكن ترجع امريكا تاني؟ كأني ممكن ارجع امريكا ممكن ارجع امريكا يعني الفرصه متاحه قصدي الفرصه نفسها متاحه لان الحمد لله يعني الكارير اللي انا عملته في السباحه نفسه يخليني ان اقدر اتكلم مع مدربين سواء انا اقدر ارجع جامعتي نفسها المدرب بتاعي طب خلاص دراسه ما هي دي ما المشكله هي المشكله ان انت هتسافر هناك بس ما فيش حد هيتكفل مصاريفك غيرك انت يعني ما فيش يعني حاجه انت مقيم بس على حسابك مقيم على حسابك بتتمرن مع الجامعه وكل حاجه معاك بتتمرن مع الجامعه يساعدوك وكل حاجه بس طبعا بقى في مصاريف كلها المصاريف هناك القعده هناك مصاريف المدربين والكلام ده طبعا مكلف. الكلام ده كله هيبقى مكلف جدا طبعا كل ده يعني هم بيوفروا لك المكان ويوفروا لك كل حاجه ولكن ده كان فين يا محمد ده كنا واحنا في الجامعه هناك في دول ميت تقريبا بتاع ما بيننا وبين جامعه كنتاكي بس انا في النص انت اللي في النص انت اللي بدات اطلع انت اللي سابق صح ده 50 متر ده ولا 50 متر 100 متر بس ده الحمام الصغير اللي كده عشان 25 يارد عشان 25 يارد فبتعمل ال 100 متر اربع اطوال لا بس انا حاسس الحمام قصير هو اقصر من حمام بتاع يعني في النادي الاهلي هتلاقي 50 متر 50 متر احنا ده 25 يارده فال 25 يارده حوالي تقريبا 23 متر فهم هناك في امريكا بيتعاملوا بطرق اليارده عن المتر انا عارف الستاندرد بتاع الميجرمنت او القياسات مختلفه شويه طيب احنا كنا بنتكلم في الانترو عن شخصيه الشخصيه دي كانت او ما زالت ليها دور كبير جدا في العاب الماء ومش بس ان هو رئيس جهاز العاب الماء لا هو كمان اب لكل السباحين والحقيقه مفيش حد الفتره اللي فاتت حتى محمد سامي اللي قاعد قدامنا الا ما لازم يكون خرج من تحت ايده معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء اهلا بيك يا كابتن وائل ازيك يا فندم ازيك يا كابتن هيثم يا باشمهندس يا جميل حبيبي وحشني جدا يا كابتن وائل والله انت وحشني والله انت عارف انت معزتك عندي والاختصاصات الجميله الواحد يعني بيحترمها وبيقدرها ربنا يخليك يا كابتن وائل حضرتك يعني اضافه كبيره واسم كبير وبنتشرف بيك ويمكن محمد معانا في الاستوديو وقال قد ايه كان وقفتك جنبه وقد ايه انت كنت مساعده لا لا محمد يعني ميشو يعني الاسم المفضل عنده حبيبي يعني من الشخصيات المقربه حد محترم جدا صراحه يعني بطل وسلوكياته بطل حتى سلوكياته الرياضيه وسلوكياته الشخصيه انا بفتخر بيه وبفتخر بيه ان هو موجود في النادي الاهلي واحنا على طول في ظهره ويمكن بقى لينا مواقف كتير هو بقى يبقى يحكيها لك في الانترو ما ينفعش احكي لك على الهواء لا خليه يحكي لي اخليه يحكي لك يا كابتن طيب يعني محمد بيستعد دلوقتي عنده سباق بكره ان شاء الله بطوله القاهره على ما قال لنا وعنده كام سباق ورا بعض خمس سباقات تقريبا يعني شايف ارقامه ان شاء الله مطمئنه يا كابتن وائل ولا لا؟ لا انا بص انا ان شاء الله بمشيئه الله هو كان وعدني طبعا ما حلفوش الحظ الفتره اللي فاتت في الاولمبيات اللي فاتت بس على فاكشن زي ما احنا بنقول على اعشار يعني هو عايز ان شاء الله الاولمبياد الجاي هيجيب لي ميداليه واحنا ان شاء الله لغايه الاولمبياد اللي جايه احنا ايدينا في ظهره زي ما بنقول عارف النادي الاهلي يعني الابطال اللي زي ميشو ما بيسيبهمش طبعا يا كابتن ويمكن احنا لينا دور كبير قوي في التعامل معاه وازاي هو انا كنت بحاول ان انا ان شاء الله اشوف لهم سبونسر الفتره اللي فاتت يمكن هو كان الفتره اللي فاتت كان عنده شويه حاجات في امريكا فكان بعيد عننا شويه الفترة دي هو في تقارب قوي جدا بين جهاز العاب الماء وجهاز السباحة وميشو وهو وعدني ان هو ان شاء الله بشيت الله الفترة اللي جاية دي هيجيب ميداليات في كل البطولات احنا ما بنتكلمش على المحلية احنا بنبص على الحاجات الدولية لان احنا النهارده بنعد بطل يعمل ميدالية ان شاء الله في الاولمبياد فاحنا ان شاء الله بمشيئة الله مستنيين كتير قوي من ميشو طب قول لي يا كابتن يعني شايف بطوله افريقيا دي يعني بطوله افريقيا اللي جايه بطوله المنطقه دي اعداد كويس ليه ولا كان محتاج مثلا يشارك في سباق بره؟ لا هو بص احنا يمكن انت عارف حضرتك موضوع الكورونا ده
اتاخر كتير قوي. يمكن هو مشو ما اعرفش حكى لك بقى، احنا كان جه مره بطوله القاهره واحنا سافرنا المانيا، كان هو علي خلاص الله صحيح شفنا الصور واحنا كناش بنتاخر عليهم. انت عارف حضرتك فتره الكورونا دي اخرتنا جامد قوي ان احنا نعد ابطالنا في المعسكرات. احنا كنا على طول عندنا معسكر في بلغاريا عندنا، بس ان شاء الله بمشيئه الله الفتره اللي جايه هنرجع تاني ان شاء الله. بس يعني زي ما بيقولوا جائحه الكورونا دي ان شاء الله تختفي من العالم والدنيا تمشي. يمكن هو مشوا للاسف الكورونا اثرت معاه جامد قوي، صحيح ان هو قعد فتره طويله ما اتمرنش، يمكن اخرت الاعشار دي. يعني انا من الناس اللي مشفق عليها، لان هو انا اللي عارفه ان هو 50 عشر او 30 عشر او حاجه كده اللي ما وصلتوش للاولمبياد. صحيح يا كابتن. طب باقي السباحين يا كابتن، يعني برضو لازم نلقي الضوء عليهم. احنا عندنا، بص يا فندم، احنا عندنا السباحين اللي هم بيقولوا الفيجرز اللي هم علي خلف الله، وتعرف علي خلف الله كان في الاولمبياد اللي فاتت. علي ان شاء الله ماشي كويس، وانا برضو احنا متابعينه. احمد اكرم بيعوم، وان شاء الله بمشيئه الله هيرجع زي الاول واحسن. عندنا هانيا مورو يعني الفتره دي ان شاء الله في الاعداد وماشيه. اريدي هو اللي موجود هناك في امريكا. واحنا بص حضرتك احنا بنطلع طبعا جيل جديد ان شاء الله يكمل بعد ميشو الجيل اللي موجود. الجيل القديم طبعا هم دول الاساس. احنا عندنا تارجت ان احنا نوصل عدد كبير قوي من سباحين النادي الاهلي في الاولمبياد ان شاء الله خريف 2024 ان شاء الله. يا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني في قناه الاهلي يا كابتن. يعني مداخلاتك دايما بتبقى ليها طعم ثاني يا كابتن وائل، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن يعني واضح الدعم، واضح من نبره صوت كابتن وائل عزت الثقه. يعني هو يعني لما تقول مدرب بيثق في لعيبه. كابتن وائل على طول في ظهرنا والله، كابتن وائل على طول محتاج اي حاجه بيطلعنا. وقت حتى لما هو كان بيقول لك حتى على بطوله المانيا، وبطوله المانيا دي اللي انا عملت فيها تقريبا احسن ارقام يعني. وقتها انا لما كنت موجود في بطوله القاهره وعملت رقم، كان حتى كابتن محمود الخطيب كان حضر البطوله اخر يوم كده، ورحت اعمل محاوله تحطيم رقم وحطمت الرقم ده، كان ما كنتش حطمته من وقت 2015 لما خدت ميداليه الثالثه عالم فعلا. فلما عملت لما حطمت الرقم ده وقتها كانت يعني كان الموضوع حلو وبتاع. وبعدين طلبت من النادي الاهلي ان احنا عايزين نحضر البطوله دي، كانت بعديها باسبوع تقريبا اسبوعين، وفعلا هم راحوا مطلعين البطوله دي انا وعلي. وهناك انا رحت عملت احسن رقم ليا، او هو الرقم اللي موجود دلوقتي في المياه حره، وكنت جايب في ال 50 باك 25-1، وانا الرقم بتاعي بتاع اللي جبته في بطوله العالم 2019 هو اللي كان احسن حاجه صغيره 24-95. يعني بس انا كنت وقتها بسيطة. كنت يعني كنت عايم في احسن وقت في احسن حالات الدنيا كلها في وقت 2018. كان حالتك الفنيه كمان كويسه قوي. طب خلينا نتكلم عن انت كنت المفروض تكون في ايطاليا دلوقتي. انا المفروض كنت في ايطاليا دلوقتي، كان عندنا الانترناشنال سويم ليج اللي هو زي الشامبيونز ليج في الكوره بس هو في السباحه. ده بيبقى متاخد بيبقى زي 10 مدربين عاملين عندهم 10 فرق، فكل فريق بيختار سباحين على حسب نتائجهم وعلى حسب ارقامهم على مستوى العالم. على مستوى العالم كله، مش اوروبا بس. على مستوى العالم كله، من امريكا واوروبا وافريقيا وكل حاجه. فجينا فانا كنت المصري الوحيد اللي متاخد. في كوتش اختارك في فرقه؟ في فرقه. انا كنت متاخد، كنت المصري الوحيد في السيزون 2 اللي هو الموسم الثاني بتاعهم السنه اللي فاتت في بودابست، وكنت المصري الوحيد برضه المختار في السيزون 3. ليه مشكله تاشيره؟ ما رحتش، كانت مشكله في تاشيره في في في, في فيزا ايطاليا. كانت ما رحتش فيزا ايطاليا. كانوا قافلين السياحه، فيزا السياحه ومش مفتوحه غير يعني بيزنس او حاجه كده، فما عرفتش اخدها. طيب والكوتش اللي اختارك مين؟ تعرفه؟ كانت هي واحده اسمها كيتلين ساندينو، دي كانت واخده اول في اولمبياد 2004. كانت يعني بتقوم زمان. طب وهي شافتك فين؟ هي شافتك في انديانا وانت بتعوم؟ هي شافتني وانا في انديانا وانا بعوم مع ريكومنديشنز من الناس اللي بيعوموا معاها من كباتن الفريق يعني. هم دول اللي عندنا برضو في الجامعه، فهم دول اللي ساعدوني يعني ان انا يعني هم قالوا لها ان هو ده سباح كويس قوي ان هو بيعوم وبتاع. زعلان؟ كان نفسي ابقى بعوم يعني. انا بحب المنافسه على طول، بحب ان انا بنزل بطولات كتير عن ان انا قاعد، ودي حاجه انا يعني مفتقدها شويه. احنا قاعدين هنا مجرد ان احنا ما عندناش منافسات كتيره، ما عندناش بطولات كتيره، ودي حاجه يعني نفسنا ان احنا. طب اديك نصيحه، اوعى تزعل. ليه؟ كل ما تلاقي نفسك امور بت 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 ما بتمشيش زي ما انت عايز اتعب اكتر.
ما الحمد لله، والله ده اللي احنا بنحاول نعمله. انا عاجبني ابتسامتك وعاجبني دايما تفاؤلك، بس هيجي وقت كده هتلاقي ربنا كرمك ووسع. ربنا يكرمك. فانت كل ما تلاقي الدنيا مع زي ما بيقولوا التيار ضدك. ما عندناش غير الحمد لله، يعني على طول الحمد لله، واكيد اللي جاي احسن وربنا يكرم يعني. انت درست ايه في الجامعه هناك؟ ايه؟ انا درست بايو انجينيرنج، هندسه طبيه. فعلا؟ بس ايه ده، ايه اللي الناس الطبيه كانت موجوده؟ انا من ايام ما كنت انا في هندسه، بس الغريب انه ازاي يعني لسه موجود لغايه دلوقتي في امريكا. انا قلت هيبقى في حاجات احدث. هي متاخده عن طريق حاجه اسمها انتليجنت سيستمز انجينيرنج. فانتليجنت سيستمز انجينيرنج هي متاخده برضو من ناحيه اللي هو الذكاء الصناعي، ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي. فهي بايو انجينيرنج هندسه طبيه، بس مش يعني هي هندسه طبيه بس انا واخد بروجرامنج، واخد حاجات ان انا اعمل كل حاجه. طبعًا يعني طبعًا هي ليها علاقه ان انا اعمل ريسيرش فيلد، ان ازاي بقى يعني قصص ان الحاجات اللي بنسمعها بقى ان الروبوت بيعمل عمليات لوحده والحاجات دي. الحاجات دي ما عملناش الحاجات دي، بس يعني عندنا بدايه بروسيسز لحاجات زي كده، دي اللي ممكن توصل يعني للي بيقولوا ارتفيشال انتليجنس ممكن نوصل له في يوم ان هو يبقى عايش. برافو عليك، يعني ما شاء الله اكاديمي ورياضي. بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين، هم دول الابطال وهم دول الحقيقه النماذج المشرفه علما وخلقا ودراسا وكل شيء، يعني كل شيء، ورياضيا طبعا. هم دول النماذج الحقيقة اللي نحب نقتدي بيهم. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم جديد، مكملين حوارنا مع محمد سامي ميشو، سباح وسباح النادي الاهلي وسباح منتخب مصر. يمكن انا عايز اقف شويه على الدراسه. يعني انت قبل الفاصل قلت لي كنت بتدرس بايو انجينير او الهندسه الطبيه. مظبوط. كلمني اكتر، انا عايز اعرف تفاصيل. يعني مش عارف، انا كنت دخلت في الاول ميكاترونكس، كنت عايز اعمل يعني حاجات اللي هو جو الروبوتس وحاجات كده. بعدين لما سافرت انديانا ما كانش في عندهم تكمله للميكاترونكس، ف قعدت افكر في حاجه يعني احتمال يبقى فيها يعني مجال. فكانت لما كنت كمان حتى بمساعده يعني مدربي، وهو يعني يعتبر يعني اكتر واحد بتكلم معاه في اي حاجه، فهو قال لي خش في بايو انجينيرنج، ده ليها شغل وليها مجال كبير قوي وليها قصص حتى انت ممكن تعمل منها نتيجه توصلك لحاجه كبيره. فكانت وقتها انا بدات بايو انجينيرنج دي. من اول سمستر على طول ولا حاولت؟ يعني الميجرز اللي هناك اللي كانت قدامك ما فيش حاجه عجبتك اكتر من يعني ايش؟ والله بص، هو الدراسه، صعوبه الدراسه نفسها هي اللي كانت مخليني ان انا عايز احول. يعني انا كنت عايز في وقت احاول لان انا اخش بيزنس او اخش حاجه تهدي عني عن الدراسه عشان افضل مركز في السباحه بكفاءه اكتر. بس يعني عديت سمستر صعب قوي، وبعدين لما لقيت ان عديت من حاجه صعبه جدا يعني، والحمد لله كنت عامل وقتها كويس، وكنت عامل سيزون كويس في السباحه وسواء حتى في يعني في بطولات في مصر او بطولات بره مصر يعني، وبطولات في امريكا هناك. وفي نفس الوقت الدراسه كانت يعني يمكن ده كان احسن سمسترز اللي كنت ماشي فيه. فقلت طب ما خلاص، ما لو كده اكمل. كملت؟ لا ما اكمل يعني. ليه ما اكملش، ادوس على نفسي وخلاص. اربع سنين بس مش كده؟ انا اخدت اربع سنين وكنت دارس تقريبا سنه ونص اعتبرهم هنا. يعني هو درست هناك 3 سنين ونص ودرست هنا سنة ونص. سيبك من هنا، من اول ما رحت هناك. من اول ما هناك هو 3 سنين ونص، واخر واخدت سمستر يعني هو 4 سنين بالظبط، بس اخدت سمستر منهم كان في مادة واحدة بس. كنت عايز اعرف انا هعمل ايه بعد الاولمبياد، ويعني اقعد هنا ولا اروح ولا اقعد في مصر واستقر فين والقصة دي يعني. كانت مادة واحدة بس. بس انت استمتعت بدراستك برضو اكيد يعني؟ استمتعت. اضفت لك حاجات كتير. ما بتفكرش تخش في الكارير ده؟ لانه كارير منتشر حتى موجود في مصر يعني. انت عندك الاجهزة الطبية بالذات في مجال الاعصاب ومجال حاجات بتبقى حساسة جدا. فكرتش تكمل؟ والله فكرت اكمل، بس عارف حضرتك لما تيجي تبص لحاجة يعني، انا دي يمكن اتقالت لي من بعض الناس. انت دلوقتي احنا عندنا كام مهندس في البلد دي؟ صحيح. بس ما عندناش سباحين وصلوا لحاجه عايزين نقدر نعملها. كام واحد سباح؟ فهل انت تضحي بالدراسه دلوقتي شويه وتركز في السباحه لغايه ما توصل؟ يعني ما انا عندي مثلا 2024 هبقى عندي تقريبا 28 سنه. عادي في السباحه؟ 27 سنه. ولما اخلص بعد وانا عندي 27 سنه 28 سنه ممكن يبقى في بطوله عالم اقومها، بس بعد كده هتبدا الدنيا تبقى اللي هو طب ما اركز بقى اعمل. لما بقى عندي 30 سنه انا بعمل ماجستير ودكتوراه، مش هيحصل اي مشاكل. مش لازم دراسه بس، ممكن تخش في كارير او حتى كارير الشغل نفسه او كارير الحاجه. فهي الفكره كلها ان الرياضه دلوقتي هي المستحوذه شويه الوقت الاكبر على ال صحيح. طيب وخليني اقول برضو انه اكيد واجهتك صعوبات اول ما رحت امريكا،
اكيد زي اي رياضي بيروح. ضحكت انت افتكرت ايام قليمه شويه. لا ايه الصعوبات؟ اول ما رحت هناك كانت الصعوبات ان انا كان عندي طبعا كل يعني هو كل حاجه مختلفه. انا دلوقتي بقيت فجاه انت بتتعامل مع كل الناس يعني طول عمري من وانا صغير انا بدرس انجلش من وانا طفل يعني وانا اولى ابتدائي وانا الدنيا كويسه معايا. انا جدتي الله يرحمها كانت امريكانيه فكنت على طول بتكلم معاها بالانجلش فما كانش عندي مشكله. بس فكره ان انت تتعامل مع حد 100% انجلش هو مش هيفهمك باي طريقه ثانيه دي كانت قصه. قصه ان انت عندك بقى عندك التمارين مواعيد والاكل و فاكر فجاه بقى في عندك نظام وان انت اي حاجه بعيد عنها خلال 10 دقائق لربع ساعه دي طبعا بالنسبه لك ايه ده انا في حاجه مش يعني كان نفسي فيها من زمان بس عمرها ما كانت متوجهه. يعني انا ساكن في المعادي بروح تمرين كنت وقتها زمان في العباسيه وبعدين اطلع على شيراتون وبعدين ارجع التجمع كله هنا وبعدين ارجع على المعادي. انت كنت قاعد في الكامبس نفسه لا انا قاعد في الكامبس انا يعني ما فيش بتحرك. اكبر مشوار بالنسبه لك 10 دقائق يعني فطبعا بالنسبه لي ما فيش حاجه اسمها تاخير بقى في مواعيد. ما فيش مشكله حاجه في ان انت هتلاقي بقى طريق زحمه او ان انت مناخ كويس يخلي الواحد بالظبط. بعدين غير كده كمان الدراسه نفسها الصراحه الدكاتره هناك هم اللي بيساعدوك يعني والجامعه بتساعدك. انا عندي بطوله ده بطوله دي اهم عندك امتحان هيأجله لك ولو انت دكتور يعني حتى فكر ان هو يعاند نسبيا بيبقى بيروحوا الاثليتيك ديبارتمنت نفسها بتروح بعتها لهم تقول لهم اجلوا له البطوله اجلوا له الامتحان فالامتحان بيتاجل. ما فيش حاجه بقى عندنا هنا هنا انا افتكر يعني قبل ما اسافر كنت بقول انا عندي بطوله فبيقول لي انت عايز تبقى مهندس ولا عايز تبقى سباح يعني عايزين نرجع لزمان. كان زمان انا لما كنت بلعب كانوا بيسبورتوا اللعيبه يعني في الجامعه كان عندي جامعه القاهره كان بيدعموا الناس او بيدعموا الابطال النجوم مش نجوم سباحين او يعني او تيفر لاعب بطل بيدعموه. دلوقتي الموضوع ده قل بشكل صعب جدا. ما انا مش عارف بقى هي هل مجرد انها قلت هل قلت علشان الناس ما بقتش يعني تنسيق بس محتاج تنسيق مع المسؤولين بحيث يبقى ما هي التنسيق ده بقى عايز يخش في السيستم نفسه في كل حاجه يعني ده الواحد يعني ده الاوبتيمم زي ما بنقول نفسنا نعمله الحاجه البيرفكت اللي تتعمل ان انت تبقى عندك تنسيق ما بين الرياضه وما بين الجامعات وما بين تدريب الناس والقصه دي كلها. يعني احنا هناك بنروح نعوم في الجامعه ما عندناش نادي يعني ما عندناش فرق ما عندناش فالقصه دي ليه الجامعه ما تبقاش جزء من يعني مثلا جامعه النادي الاهلي تعتبر يعني جامعه الاهلي قصدك. لا بس هو بيبقى صعب ده هو دي وان هم ما عندهمش انديه ما انا فاهم. لا بس هم عندهم انديه بس الانديه مش ناجحه يعني هي طول عمرها هي الناس بتعوم في الجامعات لان دوري الجامعات هو اقوى دوري اللي هو الان سي ايز ده اقوى دوري الناس كلها بتحاول تروح حتى من مصر احنا بنحاول نسافر عشان نروح صحيح. نعوم في ده فانت طب دي الصعوبات بس اللي قابلتك يعني مثلا الدراسه اللغه صعوبات والله هو الاكل حلو هنا الاكل هنا جميل يعني شكلك كنت بتاكل الاكل جميل وهيلثي والدنيا جميله ما كانش فيه لا كل حاجه كانت حلوه هناك كنا ناحيه الاكل يعني اللي انت في الجامعه هل كنت مثلا بتروح حاجه بتروح تخرج مع اصحابك كان ليك مكان تجو راوند زي ما بيقولوا يعني ولا ما لا كنت بجو راوند مع اصحابي بالذات كان معايا مروان وعلي فكنا على طول خارجين بره نتفسح ناكل على طول بره بنعمل مش عارف ايه بس لا يعني انا موقف ظريف اول ما رحت ما كانش عندي سرير في الاوضه اللي انا رحتها فعلشان كنت كان عندي بيت في اوضه فما فيش عندي سرير فانا عايز اطلب سرير اجيبه وبعدين احنا كنا مسافرين بعديها بيومين ولا ثلاث ايام رايحين برمودا كان عندنا معسكر يعني فلما رحت فانا ما طلبناش حاجه عشان خلاص ما فيش حد هيستلم السرير ما فيش حد هيجيب حاجه فبس فرحت بعد كده هناك البرمودا كنا قاعدين بقى برمودا دي كانت اكبر مقلب انا ما كنتش بقى مصدق نفسي انا رحت هناك لقيت ان احنا قاعدين في معسكر جيش يعني معسكر جيش رايحين 20 يعني عنبر 20 واحد قاعدين سراير اللي فوق بعض واكل مش حلو وفي حاجات كتير قوي كان فيها خنزير وبتاع ففجاه انا ده اول اسبوع ليا في السفر انا عايز ارجع مصر ارحم ايام حلوه واكيد انت بس طبعا اكيد تجربه استفدت منها كتير طبعا يعني لا طبعا واكيد طبعا نتمنى لك كل التوفيق انت يعني موهوب وان شاء الله نتمنى لك في 2024 ميدالية أولمبية وتبقى عملت اللي محدش عمله يمكن الصعاب اللي قابلتها دي كل ربنا يفتحها عليك ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا محمد ان شاء الله كل التوفيق ليك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع نجم وسباح ان شاء الله باذن الله تابعوه الاسم ده كويس.
واعرفوا محمد سامي ان شاء الله ميشو، اسمعوه واسمعوا عنه، تابعوا اخباره وادعموه، لان الحقيقه السباح بيبقى محتاج دعم، او الرياضي محتاج دعم من جمهور الرياضه في مصر. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال. شكرا جزيلا.